فأعقاب الحرب العالمية الأولى بدأ التفكير لتنشيط التجارة الدولية، ولما نقول تجارة دولية يعني مصدر ومستورد من دول مختلفة. دول مختلفة يعني ثقافات وقوانين وقواعد ولغات مختلفة، وبالتالي ممكن يكون في اتفاق على شرط من شروط التعاقد بتاع البيع الدولي يفهمه المستورد بشكل ويفهمه المصدر بشكل مختلف. نتج عن كده ان بدأ يظهر نزاعات ما بين المصدر والمستورد ما بين دول العالم المختلفة. ده كان دافع ان غرفة التجارة الدولية الICC في باريس تبدأ تفكر في فكرة انها ازاي توحد المفاهيم للقواعد المنظمة للتجارة الدولية. بدأت تطلق عليها حاجة اسمها International Commercial Terms او INCO Terms. الINCO Terms بدأت تتطور من سنة 1936 على مدار السنوات السابقة كلها لحد 2010 اللي هو كان آخر فيرجن فيها، اللي هم INCO Terms 2010، وخاصة بتغطي ثلاث نقاط أساسية. هي نقطة مين المتحمل لتكاليف الشحن الدولي، مين المتحمل أو المسؤول عن تنفيذ الشحن والمراحل المختلفة، كذلك مين متحمل المخاطر المصاحبة لرحلة البضاعة من مكان المصدر إلى مكان المستورد. وده آخر تحديث كان في INCO Terms 2010. عشان كده هكون معاكم أنا إسماعيل نصار، ماجستير لوجستيات التجارة الدولية من أكاديمية البحرية، خبرة 12 سنة في شركات متعددة الجنسيات، مدرب في التجارة الخارجية، في ندوة تحت عنوان مصطلحات التجارة الدولية INCO Terms 2010. في الندوة بتاعتنا إن شاء الله هنتعرف على مجموعة من الحاجات المهمة جدا، زي مقدمة عن التجارة الخارجية ونبذة مختصرة عن تطور الإنكو تيرمز من 1936 لحد 2010، والأهمية بتاعة الإنكو تيرمز أو مصطلحات التجارة الدولية، وعددهم في النسخة الأخيرة اللي تم إصدارها في 2010 وصلوا لكام، هم 13 ولا 11. كمان هنتعرف على بعض التطبيقات العملية والأكثر انتشار من المصطلحات دي، وناخد بعض المواقف اللي هنستفيد بيها كلنا إن شاء الله مع بعض في الندوة بتاعتنا. موضوع الندوة مهم لكتير من الناس. زي مين؟ زي أخصائي الاستيراد، أخصائي التصدير، مدير المبيعات، مدير المشتريات المحلية والخارجية، أصحاب المشاريع ورواد الأعمال. عشان كده هنشوف مع بعض مع أكاديمية اعمل بيزنس تفاصيل أكتر عن الندوة بتاعتنا اللي هي تحت عنوان مصطلحات التجارة الدولية INCO Terms 2010. موضوع الندوة موضوع مهم. طب يا ترى هو مهم لمين؟ هو مهم لكل من أخصائي الاستيراد، أخصائي التصدير، مدير المبيعات، مدير المشتريات، أصحاب المشاريع ورواد الأعمال. كل الناس دول مهم جدا طالما هيتعاملوا مع التجارة الدولية إن هم يعرفوا تفاصيل أكثر عن الإنكو تيرمز 2010. انتظرونا في ندوة مصطلحات التجارة الدولية INCO Terms 2010 مع أكاديمية اعمل بيزنس.